فإن هذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره واليوم السادس عشر، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود وأن يغتنم ما فاته في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، كثرة قراءة القرآن الكريم، التدبر والتعقل، كثرة الصدقة، كثرة النصيحة، التوجيه إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. كلما تقدم الشهر فينبغي المؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك البقية.